للحديث أكثر حول تعليق هيئة الإعلام والاتصالات عمل مكتب رويترز في العراق على خلفية تقريرها بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. سيد أحمد، بداية أهلا بك. هيئة الإعلام والاتصالات تعلق عمل وكالة رويترز على خلفية تقريرها بشأن أعداد المصابين، ما الجريمة التي ارتكبتها الوكالة في التشكيك في الأرقام التي تنشرها الحكومة؟ أليس دور الصحافة هو كشف الحقائق؟ نعم، في الحقيقة بداية يعني هيئة الإعلام والاتصالات هذه الهيئة الغريبة في تشكيلها والغامضة في الواجبات المناطة بها، هي جهاز قمعي أنشأته السلطات الحاكمة والحكومات المتعاقبة في العراق من أجل فرض رقابة وفرض إجراءات قمعية على وسائل الإعلام وعلى الصحفيين. نعم. الجريمة التي ارتكبتها وكالة رويترز أو بقية الناشطين والصحفيين الذين تناولوا في الحقيقة هذا الموضوع منذ عدة أيام هو أنهم تكلموا في المحظور الذي لا تريد الحكومة العراقية الحالية التي يغيب عن مسؤوليتها وعن منصبها رئيس الحكومة الذي وصف نفسه بأنه غائب طوعي عن منصب رئاسة الوزراء، لا تريد هذه الحكومة ومن خلفها بعض الأجهزة الأمنية القمعية مثل جهاز الأمن الوطني الذي يمثله رئيس هيئة ميليشيات الحشد الشعبي فالح الفياض. هذه الوكالة تكلمت في أمر محظور وهو إعلان العدد الحقيقي للإصابات التي حصلت جراء تفشي وباء كورونا في العراق، لا سيما في العاصمة العراقية بغداد التي شهدت انفلات أمني كبير وعدم التزام في مناطق وبالأخص في مناطق شرق العاصمة العراقية بغداد. هذا الرقم هو في الحقيقة رقم متوقع لأننا نشاهد يومياً عدم التزام هذه المناطق بإجراءات الحجر والحظر الصحي، بالإضافة إلى تفشي الجهل وتفشي وعدم نقص في الوعي لدى الناس من أن هذا المرض هو مرض خطير وينتشر بالفعل وشديد العدوى وينتقل بسرعة بين الناس. نعم سيد أحمد، إلى أي مدى ترى أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات بحسب الدستور المعمول به الآن يوافق هذا الدستور؟ هل القرار يوافق الدستور المعمول به؟ بالتأكيد، يعني هذا القرار هو لا ينتمي لأي دساتير ولأي قانون، يعني هذا القرار هو قرار قمعي محض وقرار المراد منه إسكات وكالة صحفية عالمية عريقة مشهود لها بمهنيتها العالية. ثم أن المعلومات التي وردت في التقرير الذي كان سببا في إصدار هذا القرار القمعي، هذه المعلومات تم أخذها من أطباء قريبين على لجنة الفحص وأطباء مشاركين بالفعل في عمليات فحص الحالات المشتبه بهم، وهذه المعلومات أكدوها هؤلاء الأطباء العراقيون. نعم. وأيضا هنالك مصدر حكومي قريب من لجنة المشكلة لإدارة هذه الأزمة، كل هذه المصادر أكدت بالفعل أن هذا الرقم هو الرقم الحقيقي. لكن ما حصل هو أن فالح الفياض كان قد هدد أعضاء اللجنة من أنه سيتخذ إجراءات أمنية بحقهم أو أنهم سوف يتعرضون للاعتقال فيما لو تحدثوا بالأعداد الحقيقية، وكان يعني يقدم أعذار من أن إعلان الرقم الحقيقي سوف يؤدي إلى حدوث حالة من الفوضى وحالة من الفلتان. نعم سيد أحمد، أصلاً في العاصمة العراقية بغداد. نعم، تعليق عمل مكتب وكالة رويترز يفتح ملفات وسائل الإعلام التي يتم إغلاقها بقرارات منفردة، كيف ترى البيئة التي يعمل فيها الصحفيون في العراق بشكل عام هذه الأيام؟ نعم، هي في الحقيقة كما تعلم العراق صنف من أخطر أماكن العمل الصحفي على وجه في العالم، يعني
نحن نعمل في أوضاع أمنية خطيرة. الصحفي هو الحلقة الأضعف في المشهد العراقي هذا اليوم. الصحفيون يتعرضون باستمرار لعمليات قمع ممنهجة، عمليات اعتقالات وعمليات خطف وتغييب، بالإضافة إلى عمليات اغتيالات، لا سيما ما حصل خلال تغطية الصحفيين لتظاهرات تشرين والانتفاضة تشرين. نعم. ما زلنا نشاهد يوما بعد يوم أن هنالك صحفيون تعرضوا لعمليات اعتقالات بسبب أنهم قاموا بتغطية أحداث ومجريات المظاهرات. شكرا نعم. شكرا جزيلا لك الصحفي العراقي أحمد الجميلي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد.